السلام عليكم. اليوم درسنا من دروس القواعد بعنوان الجملة الإسمية. سوف نتعرف اليوم على الجملة الإسمية بالتفصيل مما تتألف، ونتحدث عن الركنين الأساسيين فيها. فالجملة الإسمية، لماذا سميت بداية جملة إسمية؟ سميت جملة إسمية لأنها تبدأ باسم، تبدأ باسم وليس فعل. هذا الاسم الذي تبدأ به، بما أن الجملة تبدأ به، فيسمى مبتدأ. ولكن المبتدأ لا يكفي في الجملة، يحتاج إلى خبر حتى يكتمل معنى الجملة. مثلا هنا الرجل، ما به الرجل؟ ماذا نريد أن نتكلم عن الرجل، أن نخبر عنه؟ مثلا هل هو فقير؟ هل هو قريب؟ هل هو يأكل؟ أي شيء. الكلمة التي نخبر بها عن المبتدأ هي خبر للمبتدأ، فالمبتدأ يحتاج لخبر حتى يتم معنى الجملة الإسمية ويتكون لدينا جملة تامة. فإذا الجملة الإسمية تتألف من مبتدأ وخبر، هذان ركنان أساسيان. هناك متممات، ممكن أن يأتي جار ومجرور أو صفة، ولكن الركنين اللذان لا بد منهما هما المبتدأ والخبر. يجب أن تبدأ باسم هو المبتدأ، والمبتدأ يحتاج لخبر حتى يتم به معنى الجملة. نتحدث أولا عن المبتدأ. فالمبتدأ، كيف يأتي المبتدأ؟ هناك أشكال للمبتدأ. فمثلا ممكن أن يكون اسم لهذا، مثلا اسما ظاهرا، اسم مثل أي اسم آخر. طبعا كيف نعرب هذا الاسم؟ قلنا أننا نبدأ به بالجملة، فهو مبتدأ ويكون دائما مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولكن هل المبتدأ دائما يأتي اسم ظاهر مرفوع؟ ألا يمكن أن يأتي مثلا ضمير؟ نبدأ الجملة بضمير. مثلا هنا قلنا هو صاحب حرفة، هو صاحب حرفة. ممكن أن يكون بدل هو مثلا كلمة الرجل، الرجل صاحب حرفة. الرجل في هذه الحالة تكون مبتدأ، ولكن هنا أتت هو بدل عنها. بدأنا الجملة بالضمير المنفصل هو. طبعا إعراب الضمائر، نحن نعرف كيف نعرب الضمائر حسب موقع في الجملة. فهنا أتت في بداية الجملة، كيف نعرب الضمير المنفصل؟ طبعا لا يجوز أن نعربه مباشرة مبتدأ مرفوع، لأنه ضمير، والضمير هناك طريقة لإعرابه. فنقول ضمير رفع منفصل مبني على الفتح هو في محل رفع مبتدأ. هكذا طريقة إعراب الضمائر. هو أتى في موقع المبتدأ فيكون في محل رفع مبتدأ. ممكن أن يأتي أيضا المبتدأ ليس فقط ضمير، ممكن أن يأتي اسم إشارة. مثلا نقول هذه غرفته. هذه هي أتت في أول الجملة وأخذت موقع الاسم. ممكن أن يأتي مثلا بدلا عنها الغرفة الواسعة غرفته. فهنا بدل أن نقول الغرفة وضعنا هذه، يكون إعرابها مثل إعراب الغرفة. هي أتت في بداية الجملة، لكن طبعا حسب طريقة إعراب اسم الإشارة. هذه نعربها طبعا الهاء للتنبيه، وذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. لماذا في محل رفع مبتدأ؟ لأنها أتت في بداية الجملة. أيضا ماذا ممكن أن يأتي المبتدأ غير الضمير واسم الإشارة؟ ممكن أن يأتي اسم موصول. أيضا هذه المبنيات، هنا أتت الذي في أول الجملة، كيف نعرب الاسم الموصول؟ الدرس الماضي أخذنا الاسم الموصول، الذي يعمل بجد، النجاح حليفه. هنا الذي إذا أتت في بداية الجملة، فيكون إعرابها الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إذا ماذا نستنتج مما تعلمنا؟ ماذا نستنتج؟ أولا الجملة الإسمية جملة تبدأ باسم، وهذا الاسم
هو المبتدأ. إذن هي تتألف من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. نتحدث عن المبتدأ أولا، كيف يأتي المبتدأ؟ قلنا أنه يأتي على نوعين. أول نوع هو أن يكون اسما ظاهرا مرفوعا مثل الرجل أو أي كلمة أخرى. ممكن أن يكون اسما مبنيا في محل رفع. ما هي الأسماء المبنية؟ مثل ضمائر الرفع المنفصلة، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة. هذه الثلاثة نعربها حسب طريقة إعراب كل منها. طبعا والخبر قلنا أنه يأتي ليتم به معنى الجملة، نخبر به عن المبتدأ. هذه القاعدة لدينا، تذكر. طبعا هي معلومات نعرفها من قبل. الآن سوف نقوم بحل تدريب تطبيق على ما ذكرنا. قال خالد الشواف: لا تحسبوه يراعا قد من قصب، هذا فم وفؤاد خافق ويده. طبعا عما يتكلم خالد هنا؟ ما المقصود ب يراعا قد من قصب؟ هو طبعا القلم، وليس فقط شيء مصنوع من الخشب، وإنما هو فم ينطق وقلب يخفق ويد تحرك. السؤال هنا حدد المبتدأ، أين المبتدأ الذي في البيت؟ هنا لا تحسبوه هذا فعل، جملة فعلية، إنما هنا في الشطر الثاني هذا فم وفؤاد خافق ويد. إذن هنا بدأنا بجملة جديدة، هذا فم. بين نوع المبتدأ، وضع تحته خط. ما نوع هذا المبتدأ؟ هل هو، طبعا نحن عندنا المبتدأ إما أن يكون اسم ظاهر قلنا، أو اسم مبني، والمبني إما أن يكون ضمير أو اسم إشارة أو اسم موصول. إذن هنا هذا اسم إشارة، نوعه هو اسم إشارة مبني. استبدل بالمبتدأ اسما ظاهرا، نريد أن نضع بدل هذا اسم ظاهر، كلمة عادية، يعني مثل أي كلمة عادية اسم ظاهر. وهنا عما نتحدث قلنا عن القلم، فإذا ممكن أن نضع بدل هذا كلمة القلم، فنقول القلم فم. هنا القلم مبتدأ وفم خبر. أيضا لدينا قول الشريف الرضي: أنت النعيم لقلبي والعذاب له، فما أمرك في قلبي وأحلاك. المبتدأ وضع تحته خط، ما نوع المبتدأ هنا؟ هل هو اسم ظاهر أم مبني، وما نوعه؟ إذن هو ضمير رفع منفصل. استبدل بالضمير الرفع، نريد أن نستبدله باسم ظاهر، مثلا أنت النعيم. هنا ماذا، من يقصد بكلمة أنت النعيم لقلبي والعذاب له؟ محبوبته، ممكن أن نقول المحبوبة النعيم لقلبي أو محبوبتي، إذن أصبحت هي المبتدأ. ننتقل الآن إلى مجموعة أخرى من الأمثلة. ننتقل إلى الحديث عن الخبر. إذا نحن ذكرنا أن المبتدأ يأتي على أنواع، اسم ظاهر أو مبني. الآن ننتقل للحديث عن الخبر، كيف يأتي الخبر؟ العجوزان طيبان. هنا لدينا كلمة العجوزان هي المبتدأ، وما الكلمة التي خبرتنا عنهما؟ كلمة طيبان، العجوزان طيبان. كيف نعرف كلمة طيبان؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إذن هنا الخبر أتى كلمة اسم مفرد. طبعا مفرد لا يعني أنه يدل على مفرد، ممكن أن يدل على مثنى، ولكن
المقصود بكلمة مفرد هي كلمة واحدة، أي أن الخبر أتى كلمة واحدة، فنقول عنه اسما مفردا، لأنه سنلاحظ فيما بعد كيف يأتي الخبر أيضا بشكل آخر ينميزه، فنقول أن هذا مفرد. مثلا في الجملة الثانية، البقالية تزيد من ماله. البقالية تزيد من ماله، أين المبتدأ؟ البقالية. ما الكلمة التي خبرتنا عن البقالية؟ ما بها البقالية؟ إذن كلمة تزيد هي التي خبرتنا عن البقالية. البقالية تزيد من ماله. كلمة تزيد هل هي اسم أم فعل؟ هي فعل، فعل مضارع. إذن كيف يجب أن نعربها خبر؟ لا يجوز أن نعربها خبر مباشرة لأنها فعل مضارع مرفوع، فلذلك نعربها إعراب جمل ونقول أن جملة تزيد بين قوسين هي جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، لأنها خبرتنا عن المبتدأ. الجملة الثالثة، البقالية مردودها جيد. هنا البقالية هي نفسها طبعا مبتدأ مرفوع. ما الكلمة التي أعطتنا الخبر؟ خبرتنا عنها البقالية، ما بها؟ مردودها جيد. إذن هنا مردودها جيد هي الخبر، ولكن هنا نلاحظ أنها أكثر من كلمة، ليس فقط مردودها. البقالية مردودها هنا لا تكتمل معنى الجملة، يجب أن نقول مردودها جيد، فلذلك الخبر هنا أتى جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ. إذن هنا نلاحظ أن الخبر أتى على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو اسم مفرد، أي كلمة واحدة، سواء كانت هذه الكلمة تدل على المفرد أو المثنى أو الجمع، هي كلمة، الخبر أتى على شكل كلمة واحدة فنسميه اسم مفرد، أو أن يكون جملة فعلية لأنه فعل أتى، أو أن تكون أكثر من كلمة هي الخبر، فلذلك نقول عنها جملة اسمية. أيضا هناك شكل آخر للخبر، مثلا عندما نقول الغرفة بين أحضان الطبيعة، هنا الغرفة بين أحضان الطبيعة، أين المبتدأ؟ المبتدأ هو الغرفة، وما الكلمة التي خبرتنا عنه؟ كلمة بين، الغرفة ما بها؟ بين، بين أحضان الطبيعة. بين طبعا هي مفعول فيه ظرف مكان، لا يجوز أن نعربها مباشرة خبر للمبتدأ، ولكن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول بين مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفي نهاية الإعراب نقول وهو متعلق بخبر مبتدأ، وهو متعلق بالخبر، أي أنه يدل على عليه كلمة محذوفة. مثلا نقول هنا المقصود الغرفة موجودة بين أحضان الطبيعة، ولكن كلمة موجودة ليست موجودة، محذوفة، لذلك بين تتعلق بهذه الكلمة المحذوفة، فنقول متعلق بخبر محذوف. فهنا الخبر أتى على شكل شبه جملة، طبعا كلمة أحضاني مضاف إليه والطبيعة أيضا مضاف إليه. في الجملة الثانية، الغرفة في موقع متميز. الغرفة أيضا هي المبتدأ، وما الكلمة التي خبرتنا عن المبتدأ؟ الغرفة ما بها؟ في موقع متميز. فهنا في حرف جر وموقع اسم مجرور، ولكن هي أخذت مكان الخبر، فكيف نعربها؟ أولا نقول هي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ثم والجار والمجرور متعلقان بخبر، وهنا أيضا تقديره ك
كائنة الغرفة كائنة أو موجودة في موقع متميز. فالجر والمجرور متعلقان بخبر المحذوف، تقديره موجودة، ومتميز هي صفة للموقع. إذن ماذا نتذكر؟ يأتي الخبر اسما مفردا ويكون يدل على المفرد أو المثنى أو الجمع كما قلنا. يمكن أن نقول مثلا العاملون نشيطون، كلمة نشيطون يتدل على الجمع، ولكن نوع الخبر هو كلمة واحدة، فنقول عندما نسأل ما نوع الخبر يكون الجواب هو اسم مفرد، ويسمى الخبر المفرد لتمييزه. لماذا قلنا أنه مفرد؟ لنميزه من الخبر الجملة أو شبه الجملة. طبعا الجملة إما أن تكون جملة فعلية أو اسمية، وشبه الجملة أي جار ومجرور أو ظرف. هنا لدينا تدريب، اختر نوع الخبر مما بين قوسين لكل مما يأتي. إذا نحدد نوع الخبر. الجملة الأولى: الطموح هو الهدف الذي نعيش من أجله. الطموح هو مبتدأ. أين الخبر في هذه الجملة؟ ما الكلمة أو الجملة التي خبرتنا عن الطموح؟ ما به الطموح؟ هو الهدف الذي نعيش من أجله، هو الهدف الذي نعيش. كل هذه الجملة، وبدأت الجملة باسم، لذلك قل عنها جملة اسمية. الآن ننتقل إلى الجملة الثانية: تحديد الهدف ييسر الوصول إليه. المبتدأ هو تحديده، والهدف مضاف إليه. لا يكتمل المعنى عندما نقول تحديد الهدف، ما به تحديد الهدف؟ ييسر. مثلا ييسر، هل هي اسم أم فعل؟ هل هي اسم مفرد أم جملة؟ إذن هي فعل، لذلك نقول أن الخبر نوعه هو جملة فعلية. عندما يكون فعل فيكون جملة فعلية. الآن ننتقل إلى الجملة الثالثة: هدف المرء على قدر طموحه. أيضا المبتدأ هو هدف، بدأت به الجملة، والمرء مضاف إليه مجرور. وأين الخبر؟ ما الكلمة التي خبرتنا عن هدف المرء على قدر طموحه؟ ما به هدف المرء على قدر طموحه؟ فهنا على قدر على حرف جر، وقدر اسم مجرور. فإذا ماذا نقول أن نوع الخبر؟ هل هو جملة اسمية أم اسم مفرد أم شبه جملة؟ طبعا هو شبه جملة لأنه جار ومجرور. ننتقل إلى المجموعة الثالثة من الأمثلة. اقرأ المثال الآتي: مدير الدار أخلاقه حميدة، يرعى النزلاء، حريص على راحتهم. إذن هنا الجملة تبدأ بكلمة مدير الدار. إذن أين المبتدأ؟ هو مدير، والدار هي مضاف إليه، وليست الخبر مدير الدار. مدير مبتدأ، الدار مضاف إليه. أين الخبر؟ مدير الدار ما به؟ أخلاقه حميدة. إذن ما هو الخبر؟ هل يكفي كلمة أخلاقه؟ كلمة أخلاقه تكفي، مدير الدار أخلاقه، ما بها؟ حميدة. فإذا هنا لدينا أكثر من كلمة، فنوع الخبر هنا جملة اسمية، أخلاقه حميدة. أيضا ما به مدير الدار هذا؟ مدير الدار بالإضافة أن أخلاقه حميدة، وماذا أيضا يفعل؟ يرعى النزلاء. أيضا يرعى هي خبر للمدير، هي أيضا خبرتنا عن المدير.
كلمة يرعى هي فعل، لذلك يجب أن تكون هنا ما نوع الخبر هو الجملة الفعلية يرعى. نلاحظ أنه تعدد الخبر. وأيضا نكمل الجملة، مدير الدار أيضا حريص على راحتهم. أيضا كلمة حريص خبرتنا عن مدير الدار، ما نوع الخبر هنا؟ كلمة حريص اسم مفرد، هي كلمة واحدة. فإذا نلاحظ أنه قد تعدد الخبر لمبتدأ نفسه، فكلمة مديره مدير الدار خبرنا عنه بالجملة الاسمية أخلاقه حميدة، وأيضا بالجملة الفعلية يرعى، وبالاسم المفرد حريص، كلها خبر لمبتدأ واحد هو كلمة مدير. ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه قد يتعدد الخبر في الجملة الاسمية، قد يتعدد ويتنوع أيضا، ممكن أن لا يتنوع، ممكن أن يتنوع سواء كان اسما أو جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة. لدينا تدريب هنا، استخدم الألفاظ والتراكيب الآتية أخبارا لمبتدأ واحد. سوف نأتي بمبتدأ واحد ونستخدم هذه الكلمات لنخبر بها عن المبتدأ. لدينا كلمة كفاح تتطلب منا العزيمة، وبين ثناياها الجهد، ثلاث أخبار نستخدمها في جملة لمبتدأ واحد. ما هي الكلمة المناسبة نخبر بها كلمة كفاح وتتطلب منا العزيمة وبين ثناياها الجهد؟ ما هي هذا الشيء؟ المبتدأ هو الحياة، كلمة مناسبة نضعها مبتدأ نخبر بها كفاح تتطلب منا العزيمة وبين ثناياها الجهد. وأخيرا لدينا القاعدة العامة، طبعا نقرأها جيدا مع الفهم ونحفظها. هنا أيضا لدينا هذا المخطط، يجب أن نرسمه على الدفتر، وهو مخطط للجملة الإسمية، نفس اللي موجود بالقاعدة مع الأمثلة. الجملة الإسمية تنقسم إلى قسمين، مبتدأ وخبر. أولا المبتدأ، ويأتي على أنواع، اسم ظاهر مثل الصدق من جاء، قد يأتي هنا مبني، ضمير منفصل هو صادق، ويكون أيضا اسم إشارة مبني هذا صديقي، واسم موصول مبني الذي درس ناجح. أيضا الخبر يأتي على أنواع. إذا نرسم المخطط على الدفتر مع كتابة القاعدة وحفظها، مع حل التقويم النهائي طبعا دون أن نترك ولا أي سؤال. لدينا ثلاثة أسئلة، لدينا ثلاثة أسئلة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وأن نكون قد ثبتنا المعلومات التي لدينا. وشكرا لكم لحسن إصغائكم.